وعاق. يا ولي يا مسعود الشمع شمع حوت، يا ولي مسعود الشمع صوتك أمنية أنها تطبق القوانين معمول بها، لأننا هاد الساعة هادي راه ما بقينا تندخلو حتى شي حاجة لوليداتنا. كاينة راه حنا كنضربو تطبيق الدار، غادي تنزربو حنا كنضربو تطبيق الدار. كما تتلاحظوا اليوم تفاجئنا بقرار المنع من هذه المحطة النضالية، فالاحتجاج مكفول في الدستور ما دام انها سلمية. وكما تتلاحظوا الاخوان يلا هازين شعارات، باغي نعطيو كلمة امام ولاية الرباط ولاية الرباط سالة القنيطرة عمالة الرباط، بغينا نوجهوا رسالة للسيد الوالي للتدخل السريع، لان الامور زاغت عن منحاها. ولينا تلاحظوا تداخل ديال الصنف الاول والصنف الثاني، ولينا تنشوفوا محطات عشوائيه فين ما درنا تلقاو محطات عشوائيه ديال الصنف الاول، والغريب كاينين حتى محطات ديال النقل السري، وزيد عليها حتى النقل السري عبر التطبيقات. فما يمكن ليناش اننا نواصلوا العمل ديالنا بكل كرامه وكل اريحيه، ما بقاش حتى المدخل اليومي. فوجهت سؤال لواحد المسؤول هنايا في القسم الاقتصادي، قلت لي الا قطعوا لك واحد الاقتطاع غير قانوني من الخلطه ديالك، واش غادي تبقى واقف تتفرج؟ السيد ما جاوبنيش. وهكاك حنايا اكثر من 10 سنين وحنا دقينا ناقوس الخطر، والامور غاديه وتتفاقم. كل نهار تنشوفوا خط نتاع السلف الاول، كل نهار تنشوفوا محطه عشوائيه جديده، محطه عشوائيه اللي تدر مداخل كبيره ديال الاموال، ما عرفناش شكون المسؤول عليهم، وما عرفناش شكون اللي تيحمي هاد الناس هادو اللي ما بغاش يطبقوا معنا القانون، الا وهو الفصل 2 من الدائر الشريف. وتحياتي لكم، ونتمنى الرساله توصل للسي ليعقوبي المسؤول ديال صاحب الجلاله على الاقليم. في ظل القانون والدستور المغربي يتم نحن حق التظاهر بشكل سلمي، تقدمنا للسلطات العموميه باخبار بمفوض قضائي، ما بقاش تعطينا مبرر كتابي، لجانا للمراسله عن طريق البريد المضمون افيك ان كود ريسيبسيون، ولا سيما ان هذا الاخبار يعتبر اشعار لا اقل ولا اكثر. فاذا بنا تنتفاجئوا اليوم بالمنع من طرف هاد الناس هادو، لا لشيء، لاننا تنطالبوهم ينفذوا المحاضر اللي بيننا وبينهم، تنطلبهم يطبقوا القانون، يحترمون الظهير الملكي الشريف 63 المادة الثانية منه اللي هي اللي تتعطل القطاع. وللأسف الإدارة بأذن صماء ما بقاش تجاوب معنا، للأسف باغيين يبقاو يخليوا الوضع على ما هو عليه، وهذا ما تيشرف ساكنة المدينة أو المغاربة جميعا. مدينة الرباط العاصمة الإدارية تكون بهذا الشكل هذا، تدشير على الخطافة والنقل السري والابليكاسيون. فاليوم نقول للإدارة ما بقى سميتو النقل السري، فهو غير سري، فهو معطر، فهو قطاع يوازي قطاع سيارة الأجرة. للأسف التهميش اللي تديرو الإدارة ومن يضر في فريقها فهي تتحايل علينا الموظف غادي يدي الأجرة ديالو، مي حنا ما تنديو حتى شي حاجة. كيف ما كتعرف أنا سائق مهني ديال سيارة الأجرة الصنف الثاني، كنعانيو من عدة مشاكل اللي جايانا من الخطافة، وكذلك سيارة الأجرة الصنف الأول اللي هي كرون تاكسي اللي ما كتحترمش الخطوط ديالها وكتنتهك الحقوق ديال سيارة الأجرة الصنف الثاني. وهذا الشيء اللي كنهضروا عليه حنا ماشي جاي من فراغ، ولكن جاي من قوانين اللي كتبت فيها الإدارة، ألا وهي الولاية اللي هي الوصية على هذا القطاع. هذا كاين واحد البنود منظمة لسيارة الأجرة، فهاد سيارة الأجرة الصنف الأول الكبيرة ما كتحترمش المجال ديالها، واخترقت لنا المجال ديالنا كامل بما أدى بنا ما بقيناش كنقدروا نصوروا القوت اليومي ديال وليداتنا، وكنعانيو بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال المسائل. وحنا هنا درنا هذه الوقفة احتجاجية، جينا مع الإخوان ديالنا على أساس أننا في حق دستوري باش نوقفوا ونتظاهروا، لا نريد إلا الحق ديالنا هو الاشتغال داخل مدينة الرباط بكل حرية وأريحية، بلا ما يبقاو يضايقونا سيارة الأجرة الصنف الأول في جميع الأزقة وفي جميع الشوارع. بغيت نوصل لكم بأن عدد ديال الممثلين تيمثلوا علينا بأنهم ممثلين ديال الصنف الثاني، ولكن ملي الرجال الأحرار بغاو يديروا وقفة نزيهة جاوا تبرؤوا منها. هل هادو يمثلونا أم يمثلون أنفسهم أم يمثلون المآرب ديالهم؟ أنا من هذا المنبر
جيت تنعبر لهم بانكم راكم تتمثلوا المصالح ديالكم. الناس الشرفاء جايين باغيين يديروا وقفات ينادوا على الحقوق ديالهم، هادو كاملين زيرو بولون كلهم تيشتغلوا بكتيفاتهم. جاو ممثلين من بني جلدتنا تيتبرعوا من هذه الوقفه باش يعاودوا يديروا المبايعه للاداره باش ترضي عليهم. اللي ما عندوش الوصل غياخذوا، اللي ما عندوش جمعيه غيدير جمعيه، ولينا تنعسوا تنفيقوا تلقاو جمعيه بتزكيه من الممثلين. ممثل تيجيب رجل تيقول يدير جمعيه، لا يعقل. كفى من الفساد، لا مبالاة. يا ولي يا مسؤول باغي حلول، يا ولي يا مسؤول باغي حلول.